الصحة. الحمد لله. أنا موظف في وزارة النقل من سنة 2000 ولحد اليوم الحمد لله والشكر، وراتبي الاسمي 650,000، أقول الحمد لله والشكر. عندك قاع لو ما عندك قاع؟ هو الله رزقني أن أخذ قاع بالدورة. حلو. الزراعي ما الدورة. الأول ما تنزل الجسر الطابقين. بس لحظة 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 خالد، زراعي ليش؟ أنت مو موظف دولة، ليش ما أنطوه قاع؟ ما أعطوني قاع، القاع يعرفون المن يطوها. احنا ما عندنا. اي والله المن يطوها. شو اللي يقول المن يطوها؟ شو اللي خلفتي من عندك؟ القياعين معروفه بوزاره النقل، انت تعطي 3 شدات بالضبط 30,000 دولار يخصصوا لك قاع. 3 شدات بالضبط. زين، والما عنده 3 شدات وعنده سياره ممكن يعطي السياره بداله ويحصل قاع مثلا؟ والله ما ادري يعني، بس مع الاسف هو هذا الشيء الماشي عندنا بوزارة النقل. احكي لك اياها بكل صراحه، وزعوا للمحل هذا ربما سابقا، لكن بالوقت الحالي راح يتغير هذه السالفه ان شاء الله. لا حاليا توقفت، توقفت كلها. سابقا كانت كلها هيك وتوقفت. المهم انا اشتريت لي قاع 100 متر الحمد لله، اخذتها ب 40 مليون كفشي باسمي، وهاي تفاجأت بانه ممنوع البناء بها من الفوج الرئاسي الكردي. الفوج الرئاسي الله يسلمهم الكردي الموجود هناك ما يدخلون السياره الا كانوا ب 75,000. انا بصراحه بهاي عاند احكي لك اياها، ما يعني ولا شطي انا هاي قاعد. انا المفروض يا دوله تشكرين ابو الزراعي اللي حولها قطع اراضي ولفانا وقعدنا فعلا، لانه احنا ناس أصحاب دخل محدود. لا خالد طبعا أنا يعني جدا أحتب عليك مال كلمة لفانا وقعدنا. لا خالد، هذه قاعك، هذه أرضك. أريد نحس إحنا عراقيين. لا أنت عراقي غصبا ما عليهم، ودعتك غصبا ما عليهم. عراقي صار لي 20 سنة أخدم هالوزارة هاي، ما حد ذكرني أقدم هالمعاملات وأرجع وألقي اسمي وأنا يعطوني اللي تعينوا ورا 2003 كلهم تملكوا. ويومية يا نزاهة واللي نزمنا احنا اللي شفنا الملف مال الاراضي وكله كذب كذب يا ولد. طبعا يا خالد يا حتى هذه المسألة اللي عندك انت، مو فقط عندك انت، حتى في الكاظمية يعني قاموا ما يدخلوا مواد البناء اصلا. ليش بس سؤالي، هاي منطقة زيونة، منطقة 62، هاي كلها كانت قبل زراعي. اخذوا فينا قرار بسنة 72 او 74، العرصات الكرادة كلها كانت زراعي. لو ترجعون شوية للتاريخ مالتها، ليش عندك بغداد جديدة سريع محمد القاسم كان قبل، اعتقد يسمونه شطيط، هماتين كان زراعي قبل. لا شطيط هذا من جهة الكرخ من ناكا، احنا من لا هذا من جهة الرصافة، انا اقصد من جهة معسكر رشيد شارع محمد القاسم. المهم يعني اتمنى من والله احكي لك اياها بصراحه وباكر راح يشوفون اللافتات. احنا نوينا اهل المنطقه نطلع طاهره ونقعد بالشوارع زين. السبت هاي الجمعه راح نشكل بيها اللافتات، نعطيهم مهله اسبوع، يعني ما عندنا غير يعني والله العظيم قاعد.